السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. معانا النهارده امتحان مراجعه على الوحدات الرابع والخامس والسادس المنهج الصف السادس الابتدائي الترم الاول 2024. الامتحان من كتاب بيت باي بيت بيج 279. طبعا في بعض التغييرات في المنهج او في شكل الامتحان بالظبط، لكن هنحل الامتحان بالصوره القديمه ونوضح ايه الجديد، وهننزل ان شاء الله المراجعات بالصوره الجديده. شرحنا مع بعض كتاب بيت باي بيت بالكامل وبنحل امتحانات كتاب بيت باي بيت، فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ونبدا مع بعض. السؤال الاول طبعا والسؤال الثاني هو ليسننج، استماع. الاسئله دي اتغيرت بقى استماع ولكن اختياري، اختار. السؤال الاول listen and write تي ترو اور اف فولس، استمع وضع تي لو الجمله ترو صح اور اف لو الجمله خطا غلط. تم التعديل وبقى سؤال استماع ولكن ايه اختياري. طب نسمع ونحل، نسمع ونحل. My name is Sama. I like music. Today is my best friend's birthday. I am going to make a new playlist on my phone. We love to listen to music. يبقى هنا بيقول ايه؟ سما بتحب الموسيقى. النهارده عيد ميلاد اختها لعيد ميلاد صديقتها، هتبقى فولس. هي هتعمل قائمة تشغيل. هي ما بتحبش تستمع للموسيقى، فولس. يبقى على حسب نص الاستماع، بعد كده يبقى ايه؟ اختار. السؤال التاني listen and complete، استمع واكمل. نسمع ونحل. ماركو بولو was an Italian explorer and one of the first people from the West to visit China. He went there in the 13th century and wrote a diary about his experiences. طبعا السؤالين دول بقى سؤال واحد استماع، وده افضل ليكم بكتير، والسؤال بقى كمان اختياري، يعني مش متوقع مثلا هتلخبط في حرف انا وبكتب ولا حاجه، لا خلاص. Choose the correct answer، السؤال التالت اختار الاجابه الصحيحه. Farmers usually have many farming اكيد tools، ادوات زراعه زي الفاس. How many candles will you have on your birthday cake this year، كم عدد الشمع اللي هتحطه في كيكه عيد الميلاد؟ هنا بيقول مثلا خمس شمعات تبقى 50، 10 شمعات يعني من عدد الشمع اعرف السن. Will it off not on my birthday will it off fires، بنطلق الالعاب الناريه في العيد الميلاد. ده amazing modish. بسمه her mom in the kitchen now، now ده مضارع مستمر تبقى is helping بتساعد. Each candle كل شمعه has one ايه wick، فيها فتيل واحد، الخيط اللي جوه الشمعه ده. بيج 280 صفحة 280. I know a famous actor yesterday، امبارح قابلت ممثل مشهور يبقى I met. A king always، الملك دائما sits on a نقط، بيقعد على ايه؟ on a throne، على كرسي العرش. There aren't نقط dinosaurs تبقى any، لا يوجد أي من الديناصورات في العالم الآن، جملة منفية. سؤال رابع وصل اتلغى، اوكي بقى قطع نقص كلمات. The king الملك has a scepter، عنده صولجان او عصا الملك تبقى in his hand في ايده. I blew out the candles، انا طفيت الشمع with one breath، بنفس واحد. Legend اسطورة a very old and famous story، يعني قصة مشهورة وقديمة جدا. هنا رقم بيه. How much milk did you drink؟ قد ايه اللبن اللي انت شربته؟ مش هيبقى بعد كده في سؤال توصيل بعد كده، كان سؤال الى حد ما سهل بس كان ممكن يلخبطك، فالافضل ان هو برضه اتلغى في صالحك. السؤال الخامس قطع طبعا موجوده عليها اسئله مهمه جدا. السؤال ده My name is ايهاب، اسمي ايهاب. I like sailing across the Nile، بحب الابحار عبر نهر النيل. My friends and I، اصدقائي وانا usually go on a فلوكه، بنركب فلوكة across the Nile عبر النيل. We don't sail the فلوكة by ourselves، مش بنبحره بالفلوكة بأنفسنا. It's not easy، ليست سهلة to sail and تبحر. There is always someone to sail it for us، في حد بيبحر بيها لينا. The فلوكة has a big white sail، ليها شراع أبيض كبير. Which moves slowly، بيتحرك ببطء. In the wind في الرياح. It's very enjoyable، ممتع جدا.
The trip is always amazing. الرحلة دائما مدهشة. We enjoy the sunny weather. بنتمتع بالطقس المشمس. The best place to go on a Feluca in Aswan is in Aswan. أفضل مكان فين في أسوان؟ أسئلة القطعة. They usually sail across the Nile. هما بيبحروا في نهر النيل. In a hot weather. في الطقس إيه؟ طبعا لو رجعت للقطعة في نوعين أو طريقتين لحل إيه؟ القطعة. أفهم وترجم أو أحل على قد ما أقدر بطريقة المتشابهات، بس برضو طريقة المتشابهات مش على طول بتبقى صح، مش على طول بتبقى إيه صح. بس هنا قال لي طبعا صاني في السطر التاني، قال لي صاني أو في الاختيار التاني صاني، أي قدامنا إيه صاني ويزر في الطقس المشمس. The Feluca sail moves، تحرك إيه slowly ببطء. In the wind طبعا في الرياح. What does Ahab like to do؟ إيهاب بيحب إيه؟ هقول he likes. To sail بيحب أن يبحر. Across the Nile عبر إيه؟ نهر النيل. What's the best place to go on a fluke؟ إيه أفضل مكان يروح بيه الفلوكة؟ في أسوان. أقول the best place to go on a Feluca is in Aswan. Page 281 صفحة 281. هنا ويك الفتيل. ويك is. طبعا هنا في خطأ. هنا المفروض تبقى هنا. A little cotton rope inside the candle. يبقى نتأكد ويك is a little cotton rope inside the candle، بيعرف لي الفتيل. نمبر 2 are you sending the email invitations؟ هل بتبعت دعاوي عيد الميلاد عن طريق الايميل؟ Are you sending the email invitation. Ancient Egyptians loved the strong perfumes. حبوا العطور اللي ريحتها قوية. أو the ancient Egyptians. Loved the strong perfumes. The strong perfumes. My family, عائلتي. Went on vacation last month. راحت فين؟ في أجازة. تقلي أجازة. Last month الشهر اللي جاي. My family went on vacation last month. السؤال السابع باراجراف من 50 كلمة على الرعاية الشخصية في مصر القديمة. هتلاقوه محلول إن شاء الله قريبا أثناء شرح الباراجراف والإيميل والمدونة في طريقة حل المهام. السؤال الثامن بنك تويت علامات ترقيم. It isn't cold today. هنا الاي كابيتال وهنا ابوستروفي وهنا جمله نقطه. How many الاتش كابيتال. How many brothers and sisters do you have. كم عدد الاخوات الولاد والبنات اللي عندك يا منى. الام كابيتال. ده سؤال يبقى علامه استفهام. كده يبقى خلصنا امتحان المراجعه على 3 وحدات الرابع والخامس والسادس. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصلوا كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.